إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو الأخير شاركت معكم تجربة ديال الريغو بورفورماسيون، واحد تجربة ناجحة ديال واحد صديق من مدريد. خلال سنة استطاع أنه يبدل الأوراق من عام لعامين مع الخدمة، وشنو هما المشاكل اللي لقينا في السيرتيفيكا دو بروفيسيوناليداد ولا سيرتيفيكا بروفيسيونال، لأن الإكسترام خيرية في الأخر طلبات لنا واحد الترويبة بلا رسيد. سال الفورماسيون ديالو بنجاح وسال البراكتيكات بنجاح، وانه تحصل على سيرتيفيكا بروفيسيونال. من بعد عاد خدينا الاوراق ديال سنتين، وقلت لكم في نفس الفيديو بلي راه كاينه واحد التجربه حتى هي وقع لها نفس المشكل، طلبوا ليها واحد البرويبا بلا راه ديجا نجحات في الفورماسيون وفي البراكتيكا وراها كتنتظر سيرتيفيكا بروفيسيونال في لوغرونيو. وقلت لكم ان شاء الله ملي غادي تجاوبنا الاكستران خيريه غادي نقول لكم النتيجه ديال هذا الدوسي هذا. وعدوا الحر دين عليه، وانا اليوم جيت نشارك معكم هذه التجربه هذه. كذلك هذه السيده هذه ماشي في ظرف سنه، في ظرف سبع شهور بدلات الاوراق ديالها من عام لعامين مع الخدمه. كذلك بغيت نوضح بعض النقاط. الفيديو الاخير لقيت فيه تعليقات ايجابيه، شكرا، ولقيت فيه تعليقات سيئه. ضروري كتلقى انتقادات، الانتقادات الايجابيه مرحبا بها، ولكن باش يقول لك واحد تعليقات سيئه لا. السيء يصدر منه السيء، اللي خايب كيصدر منه غير حوايج خايبه. انا عبد الرحيم شخصيا انا ماشي محامي ولا اتطفل على المحاماه وماشي خستور. هاد الخدمه ديال الاكستران خيريه ماشي علم، ماشي شي حاجه اللي غادي نمشي نقرا عليها باش نتخصص فيها. ماشي ضروري نمشي نقرا 7 سنين باش نتخصص نولي طبيب، لا. هذه حرفه، الاكستران خيريه غادي نقولها حرفه، يكفي انك تعلمها، تبحث، تقرا عليها، تضبطها، لان الاكستران خيريه ما فيهاش اللعب. كيطلبوا لك خمسه الورقات، تيقول لك 3 سنين الريغو سوسيال، 3 سنين ما محتاجش تمشي تقرا عاد توصل 3 سنين، لا. ولكن هذا ما كيعنيش انك خاصك تدخلها سنطيحه ولا جبهه، لا. الحمد لله كان بريباري واحد الماستر اكسبير في الاكستران خيريه، كان قرانا القانون ديال الهجره. هنايا كاين القانون ديال الهجره، كل ما كيتعلق باوراق الاقامه يكفي انني نقراهم ونضبطهم ومن طبيعه الحال الاحتكاك مع اهل الخبره والاختصاص، وماشي مشكل مستقبلا ناخذ بطاقه مهنيه ديال خيستور عادي. ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. لي ديبلوم الحمد لله هما هي ماستر، ونجيبوا ماستر اخرى، ومازال الحمد لله شباب، مازال كنقراو ومازال شباب. باش بلا ما نطول عليكم الاخوان، هادو كانوا غير بعض التوضيحات باش نوضحوا للناس حنا شكون. لا نتطفل على اي مهنه، ولكن عندنا اكسبيريونس ديالنا، عندنا تجربه ديالنا، عندنا مبادئ ديالنا، وعندنا الاخلاق ديالنا، وكثر من هذا الشيء عندنا الاسم ديالنا. دابا غادي نبارطاجي معكم هذه التجربه هذه، والله الاخوان ما كرهتش نشرحها لكم. في السبوره، في السبوره بالماركور باش نفهموها جميع، ونساليو هذا الريغو بورفورماسيون، ونساليو هذا الموديفيكاسيون ديال الريغو بورفورماسيون. دابا ما كاين لا بيرو لا والو، غادي نوضوا للسبوره وغادي ندير معكم واحد المجهود باش نشرح لكم هذا الريغو بورفورماسيون كيفاش بديناه من النهار الاولاني حتى خدينا عامين. الاخوان كما قلت لكم غادي نخدمو بالسبوره ان شاء الله. ملي كنبغيو نطلبو الريغو فورماسيون، يعني كنبغيو ندفعو على الريغو فورماسيون، شنو كنحتاجو؟ اول شرط خاص تكون عندنا عامين، يعني سنتين، خاص تكون عندنا سنتين هنايا في اسبانيا. هاد السنتين كيمكن لينا تكون عندنا شهادة السكنة،
شهادة السكنة. كاين بعض المناطق اللي كيطلبوا لك شهادة السكنة فيها سنتين، وكاين بعض المناطق اللي كيطلبوا لك الحجج. الحجج والأدلة، يعني البرويفات. برويفات يعني خاصك تثبت باللي كنتي في إسبانيا واحد المدة ديال سنتين. دابا غادي ندوزو حنا من هاد المدة ديال السنتين، وصلنا كملنا سنتين في إسبانيا، شنو خاصنا نديرو؟ من بين الوريقات اللي كنحتاجو للريغو بورفورماسيون، غادي إكيس دياس، إكيس دياس، إكيس 10، هو هذا اللي كتشوفو معايا هنايا، هذا هو إكيس دياس. كنحطوه، كنعمروه، وكنفيرميوه، وكنحتاجو لواحد الالتزام ديال التكوين، يعني غادي نقراو واحد لا فورماسيون، هو هذا تا هو إكيس 10، ولكن هذا هو ديكلاراسيون ريسبونسابلي ديال لا فورماسيون، هو هذا. هذا هو ديكلاراسيون ديال لا فورماسيون، ديكلاراسيون ديال فورماسيون. هذا هو اللي كيسميوه الالتزام بالتكوين. هذا كنحتاجو الباسابورتي، باسابورتي كامل، باسابورتي كوبية كامل ديال جميع الصفحات، ومن الأحسن تكون فيه من 4 شهور للفوق، تكون مازال فيه واحد 4 شهور عادي تكسبيرا. هذه حسن السيرة، حسن السيرة الترجمة ديالها، وبالأبوستيل، بالأبوستيل ديالها، يعني أنتيسيدنتس بيناليس، يعني حسن السيرة. كنحتاجو لواحد الطاسة، الطاسة هي هادي فيها 38.28، كنحتاجو طاسة، طاسة 38.28. من بعد ملي كنجمعو هادوك الوريقات كاملين والبروفات كنسكانيوهم، كنعمرو بودير. السيد لي غندفعو ليه غي يعمرنا بودير، كيسينيها لينا واحد البودير باش ندفعو ليه حنايا الدوسي. من بعد ملي كيجيب لنا هادشي كامل، كندفعو الدوسي. ملي كندفعو الدوسي شنو كنحتاجو؟ الكليان دابا خلصنا، عطانا الفلوس ديالو، دفعنا له الدوسي، باش غيعرفنا هاد الكليان بلا دفعنا ليه، ضروري كنعطيو هاد الريسكواردو، هذا هاد الريسيبو ديال بريزنتاسيون، كنصيفطو له هذا باش يطمئن القلب ديالو، باش يعرف بلا راه صافي الدوسي ديالو تدفع. من بعد كيبقى يدخل كيشوف السيستم ديالو بلا راه ترابيتي، كنعطيوه النيميرو ديكسبيدينتي ديالو، كنعطيوه النيميرو ديال النيي ديالو. هذا الدوسي تبريزونطا نهار 11 في شهر 12 ديال 2023 في مدينة لوغرونيو، وكان الجواب ديال الفافورابلي ديالو نهار 21/1/2024. هذا هو الفافورابلي ديالو. تبريزونطا الدوسي نهار 11 في شهر 12 2023، وجاوبوه نهار 21/1/2024، يعني في ظرف واحد الشهر ما كاملاش. الدوسي سالا. هنايا خدا واحد الطرفيطة اللي غادي تبدالو من 21/1/2024، وغادي تكسبيرالو نهار 20/1/2025. انتهت المهمة ديال عبد الرحيم هنايا، باللي السيد دفعنا له الدوسي ديالو، خدا الفافورابلي ديالو. دابا خاصو يجيب لينا الماتريكولا. الماتريكولا هي هذه اللي جاب لينا، هي هذه الماتريكولا، هذه هي الماتريكولا، جابها، درنا واحد البودير اخرى، كنبريزونتيو له الماتريكولا. ملي كنصيفطو الماتريكولا خلال المدة ديال 3 شهور ليكستران خيرية، كنصيفطو له تاني واحد الخوستيفيكانتي بلا راه صيفطنا له الماتريكولا، دفعنا له الماتريكولا باش يبقى هو مطمئن، باش ما تبروكاليش الوريقات ديالو، ما غاديش نمشيو حنا ننعسو ونسمحو في الماتريكولا. شرحنا له كيفاش يمكن له يدير الموديفيكاسيون من عام لعامين. غادي نبداو دابا الاجراءات ديال من عام لعامين. كذلك غادي نحتاجو اكس دياس 10، اكس دياس هو هذا،
واحد اخر جديد. غادي نحتاجو هنايا شهادة ديال السكنة، يمكن له يجيبها يمكن له ما يجيبهاش، البادرون ولا لون بادروناميتو. هادي كونترا ديال الخدمة، كونترا ديال الخدمة 40 ساعة في السيمانة، سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال، انفيرميا فيها الفيرما ديال مول الشركة والامبريزا وفيها الامبليادور اللي غادي يخدم، هي هادي كونتراتو. كاينة طاسة فيها طاسة فيها 10.94 أورو، وهذه هي السيرتيفيكا، هذه هي السيرتيفيكا بروفيسيونال اللي جاب لينا من بعد اللي غادي نلقاو فيها مشكل كذلك. وهذه كذلك بودير اللي غادي نبريسنتيو له الدوسي بها، ومني كيدفع كنعطيو ثاني فوستيفيكانتي باش يدفع الدوسي. الدوسي تبريسنتا نهار 30/5/2024، نهار 25/6/2024 كتجينا كارطة، واحد الكارطة هي هادي. شنو مكتوب فيها هنايا؟ مكتوب فيها خاصو واحد البرويبا بلا راه سالا هاد لا فورماسيون ديالو والبراكتيكات ديالو بنجاح، وانه راه تحصل على واحد السيرتيفيكا بروفيسيونال. تواصلنا مع الكليان قلنا له راه خاصك سيرتيفيكا بروفيسيونال، مشى كيجري كيجيب من بعد جابنا واحد السوليسيتود. المهم داك السوليسيتود حنا خاصنا نعتقو به ديك 10 ايام ديال البلاصو اللي كتعطينا ليكسترا الخيريه. صيفطنا له داك السوليسيتود ديال سيرتيفيكا بروفيسيونال، هادي هي الفوستيفيكانتي، داكشي شدت في البلاصه ني 26 جوج شهر 7 دفعنا له هذيك السيرتيفيكا بروفيسيونال. البارح كيصيفط لي السيرتيفيكا، هذه هي السيرتيفيكا الاخوان ديال الدبلومه، هكا صيفطوها له في لوغرونيو. صيفطناها ليهم نهار 4/7/2024، كان صيفطو ليهم عاوتاني هذه الفوستيفيكانتي. والبارح 5/7/2024 كتخرج له الفافورابلي ديالو، وكياخذ الوريقات ديال سنتين دوسانيوس. كما شفتوا الاخوان، هاي هذه هي ريكو فورماسيون مع ا زد، يعني ملي كيكونوا عندي الوريقات ديال عام حتى كيكونوا عندي الوريقات ديال عامين. اخوان كنتمنى ان الطريقه باش شرحت في السبوره تكون واضحه ويكون الميساج ديالي واضح. المهم هو ان الريغو بورفورماسيون ولا الريغو بارا لا فورماسيون، كل واحد كيفاش كيسميه، ولا الريغو بتكوين، راه هو ملي كنبداو الوريقات ديالنا من عام حتى كناخذو ديال عامين، هذه هي اللي كتسمى تجربه ناجحه، هذه هي اللي كتسمى تجربه ناجحه. وكما شفتوا الاخوان ان هذه السيده هذه راه انا شخصيا بديت معها الدوسي في 11/12/2023، دفعت المره الاولى وكلا 21/1/2024، يعني في ظرف شهر خدات الاوراق ديال العام ومشات كتقلب على واحد البري كونتراتو في نفس داك الكورسو اللي كانت قرات، وجابت كونترات جابت بري كونتراتو نهار 30/5 ودفعنا ليها الموديفيكاسيون. والحمد لله البارح 5/7، يعني في ظرف واحد شهر وست ايام وسبع ايام بحال هكاك، خدات تاني الوريقات ديال سنتين. يعني الا جينا نشوفو شحال ديال الوقت استغرقت المده باش تحصل هي على الاوراق ديال عامين مع الخدمه، من طبيعه الحال راه ما كاملاش سنه، راه من نهار خدات الوراق في الاخر ديال شهر واحد وخدات دابا الوريقات ديال عامين، راه يلاه 7 شهور وما كاملاش، ما كاملاش 7 شهور. وفي التوتال كاع راه هي دفعات، اول مره دفعات الوريقات ديالها دفعتهم في شهر 12/2023، وحنا شهر 12/2024 مازال له ان شاء الله مازال له 5 شهور.
يعني الانسان دائما يكون متفائل، واللي بغى شي حاجه راه غادي يوصل ليها بالجد وبالمطابره، بالجد والمطابره والعزيمه والاراده، ويبعد على الهضره ديال الناس، ما يبقاش حاضي الناس وما يبقاش يسمع للناس. الناس ما غتفيدك بوالو وما غادي تعطيك حتى شي قيمه اللي غادي تزيد بها القدام. حاول تقلب على راسك وتبحث على راسك ودير مكان على راسك في هذا المجتمع الاسباني من طبيعه الحال اللي احنا هنايا فيه. حاول انك ترسم هدف لحياتك غتوصل له، تقدر توصل مع الطلب ولكن غادي توصل. شحال ديال المده انت اللي كتقررها، انت اللي كتقرر المده. هكا تعلمت انا شخصيا عبد الرحيم، هكا تعلم في الحياه ديالو، في الحياه ديالي البسيطه هكا تعلمت انا نسيب لي زوبجيكتيف ديالي. انا من نهار عقلت وانا كنخدم على لي زوبجيكتيف، كنخدم على الاهداف ماشي الاحلام. الاحلام كيعذبوا شويه، اما الاهداف الناس ديال الماناجمنت غادي يفهموني مزيان. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتاخذوا منه غير بعض النقاط الايجابيه، ما تاخذوش منه كامل، خذوا غير بعض النقاط الايجابيه. شوفوا الناس، انا ما كنقولكش دير ريغو بورفورماسيون ولا ما ديروش، انا كنبارطاجي معك واحد تجربه ناجحه في المكتب ديالنا اللي كيتواجد في مدينه بيلباو. اي واحد بغى يستافد من الخدمات ديالنا، من التوجيه ديالنا، من الارشادات، ندفعوا له الدوسي ديالو، نسويفيو له الدوسي ديالو من ا ازد، والحمد لله كما كتشوفوا راه الدوسي يعني شديناه من الاول حتى الموديفيكاسيون. هذا قلت تما، وهذا الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل ربي هو الاولاني، من الفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وزيد عليها شويه ديال الاجتهاد ديالنا حنايا، راه غير كنورغانيزيو الدوسي، كنورغانيزيوه وكنشرحوا للكليون شنو يجيب وشنو يجيب وشنو يدير وشنو يدير. كان محتاج شي انسكريتو كنديروه، محتاج شي ورقه كنوجهوه كنقولوا له سير لهنا جيبها، سير لهنا جيبها، عطيهم هاد ليكزومبل، كنصوروا ورقه ونقولوا سير ديك المدرسه وقول لهم يعطوك بحال هاد الموديل وبحال هذا بحال هذا. والكليان حتى هو كيضحي وكيجري كيتقاتل على ورقاته، والحمد لله كاين التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى والخدمه ديالنا والاستجابه ديال الكليون اللي كيدير فينا الثقه. وتا هو ما كيبخلش علينا، ما كيتعطلش. ملي كنقول له راه خاصك سيرتيفيكا بروفيسيونال، تيقول لك شنو خصني ندير، فين غنمشي، كنقول له سير هنا وقول لهم وقول لهم. وتا هو ما كيتعطلش علينا. وكاملين الهدف ديالنا هو نفرحوا كاملين، حنايا خدامين والكليون تا هو ولا داك الصديق ولا داك الزبون تا هو كيفرح بعد معاناة، كياخذ واحد الوريقات اللي فيهم عامين وفيهم الخدمه اللي غيخدم على راسو وغادي يطور الحياه ديالو لداكشي اللي كيحلم به. التليفون ديال المكتب ديالنا انا غادي نخلي لكم لتحت في الصندوق ديال الوصف، تحت الفيديو غتلقاو النمره ديال الواتساب، فقط الواتساب. اللي بغى يستافد من الخدمات ديالنا يمكن له يتواصل معنا في الواتساب. المكالمات ما كنستقبلوش المكالمات، فقط الرسائل على الواتساب. خلي لي اوديو واضح وغادي نجاوبك، ما غاديش نجاوبك في البلاصه سير بلاص، ولكن ملي غادي يوصل النوبه نوصل الاوديو ديالك ولا الميساج ديالك غادي نجاوبك على الراس والعين. ونلتقي ان شاء الله في شي تجربه اخرى ديال الموديفيكاسيون. الله يعاونكم، الله يسهل الامور ديالكم.